اشتملت هذه السورة على جميع الأخطار الخارجة عن نفس الإنسان، عن كيان الإنسان، وربما حتى عن إرادة الإنسان. ولهذا ذكرها الله جل جلاله في قوله: قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو اسم لكل من فلق وانشق، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا. فكما أن الليل بسواده يغشي، فإذا شاء الصباح انفلق ذلك الظلام واندثر واندحر وأشرقت الأرض بنور ربها، كذلك الأخطار مهما ادلهمت واسودت واجتمعت، فإذا جاء فضل الله ونور الله ورحمة الله انجلت كأن لم تكن، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن. مهما اسود الليل فإن النهار سيجليه ويجليه ويذهب به. إذن قل أعوذ برب الفلق، هذه السورة حماية وحصنا حصينا من جميع الأخطار، وخاصة الأخطار الخارجية خارج كيان الإنسان. وقد ذكر الله جل جلاله فيها أربعة أنواع من الأخطار. الخطر الأول خطر الفلاق وما بعده، ثانيا خطر الخلق، ثالثا خطر الغاسق إذا وقب، رابعا خطر النفاثات في العقد سحرة، خامسا خطر الحسد والحساد والعين والعينون. وهذه الأخطار خارج كيان الإنسان في الغالب. فالانفلاق فالق الإصباح أمر تراه العين في الكون، من شر ما خلق، الله خالق كل شيء ويدخل الإنسان في هذه لأنه خلق من خلق الله. ومن شر غاسق إذا وقب، قيل الغاسق الليل، إذا وقب إذا أقبل يعني أول الليل، وقيل الغاسق القمر، وقيل الغاسق السائر في ظلمة الليل ولا تراه العيون. فيدخل الشياطين ويدخل الميكروبات ويدخل الجراثيم وتدخل العين والحسد ويدخل الأمور لا نراها، غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات صيغة مبالغة من النفث، والنفث نفخ مصاحب بريق، النفخ هواء من غير ريق، والنفث هواء بريق، والتفل ريق، فهي نفث فوق النفخ وتحت التفل. النفاثات في العقد، والمراد بها النفوس الخبيثة من نفوس البشر، إذا اتصلت بالنفوس الخبيثة من نفوس الجن، وهذا هو السحر. النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد إذا حسد، قيد الحسد بقوله إذا حسد لأن الحسد لا يخلو منه إنسان، بل هي المعصية التي تعتبر أول معصية عصي الله بها، أول معصية في السماء الحسد، وأول معصية في الأرض الحسد، وسنأتي للتفاصيل. هذه أخطار خارجية.
أما الأخطار الداخلية فهي أخطر من هذه كلها، أخطر من غاسق إذا وقب، وأخطر من النفاثات في العقد، وأخطر من حاسد إذا حسد. النفس البشرية ووسوستها، والشيطان إذا استحكم من النفس ووسوس لها. ولذلك كل الأخطار التي كانت خارج كيانك استعذت باسم واحد من أسماء الله، قل أعوذ برب الفلق، بس رب الفلق، اسم الله الرب. أما الخطر الداخلي فإن الله عز وجل أو وجهك وأرشدك إلى ثلاثة من الأسماء: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الرب، الملك، الإله، تستعيذ بهذه الأسماء وهذه الصفات من شر واحد. بينما الأشرار كلها التي مضت باسم واحد، فدل على أن هذا الشر الذي اشتملت عليه سورة الناس أعظم من الأشرار كلها وأخطر من الأشرار كلها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر خطر واحد، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وله مصدرين: من الجنة وعلى رأسهم إبليس وأعوانه، والناس وعلى رأسهم نفسك ومن حولك من أصحاب السوء. واضح؟ بعد هذه الجولة نعود إلى التفاصيل. يقول الله جل جلاله: قل أعوذ برب الفلق. ما سبب النزول؟ اختلف العلماء في هاتين السورتين ما سبب نزولهما، وهل هما مكيتان أم مدنيتان. جمهور المفسرين على أنهما مكيتان، وأن سبب النزول هو إعادة النبي صلى الله عليه وسلم من شرور الخلق، لأن الله عز وجل أنزل عليه: والله يعصمك من الناس، ونزل عليه: فسيكفيكهم الله، نزل عليه: إنا كفيناك المستهزئين. إذن حتى تكفى شر الأشرار قل يا محمد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل يا محمد أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأصحاب هذا القول يرون أن هاتان السورتان نزلتا بعد سورة الفيل وقريش. بعد سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وسورة قريش: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قل يا محمد أعوذ برب الفلق، لأن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو رب الفلق، هو رب الناس، هو ملك الناس، هو إله الناس. فهذا الخوف الذي في الخلق لا يؤمن منه إلا الله، فقل يا محمد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أما ترتيبها وكونها في المصحف بعد سورة الإخلاص، فهذا فيه توجيه إلى أن الإخلاص لله في العبادة يقتضي الإخلاص له في الاستعانة والاستعاذة والتوكل وسائر أعمال القلوب. فإذا أخلصت لله في العمل
فعليك أيضا أن تخلص لله جل جلاله في الاستعانة، لأن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقتضي أن تعبده وحده لا شريك له، وأن تستعين به وحده لا شريك له، وأن تكون هذه إياك نعبد، وأن تكون الأخرى وإياك نستعين. القول الثاني أنهما مدنيتان، أي نزلتا بالمدينة المنورة، وأن سبب نزولهما السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سحره بنات لبيد بن الأعصم حليف اليهود، يهودي المعتقد، وهو عربي من بني زريق، وحسد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بناته أن يسحرن النبي، وسحر الإناث أقوى من سحر الذكور، لذلك أنث في قوله من شر النفاثات في العقد، وعلى رأسهن بنات لبيد بن الأعصم، إذ نفثن في العقد التي سحرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة سحر، فكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، أنه قد فعل ولم يفعل، حتى يقوم ليغتسل من الجنابة ومع الجنب، يخيل أن الأمر قد تم وقد فعله ولم يفعل شيء. فقالت له عائشة إنه ليخيل إليك أنك تأتي الشيء ولا تأتيه، فقام ليلة يصلي ويستفتي ربه، يريد الفتوى من الله، ماذا بي، ماذا أصابني؟ فصلى من الليل ما شاء الله له أن يصلي، ثم أغفي، ثم غفى، يعني أخذته غفوة، فجاءه في غفوته جبريل وميكائيل ملكان، فجلس جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ فقال الآخر مطبوب، يعني مسحور، العرب تسمي السحر طب، مطبوب. فقال من طبه؟ قال بنات لبيد بن الأعصم. قال فيما طببنه؟ قال في مشط ومشاطة وظلف حمار. قال فأين وضعنا السحر؟ قال وضعناه في بئر رانونا. قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه جبريل بعد اليقظة مباشرة وقال له قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث عليا وأحد الصحابة معه إلى بئر رانوناء، فنزلوا فيها وأخرجوا منها السحر، وكانت بئرا مياهها مثل ماء الحنة صفراء، مياهها صفراء، فنزع هذا السحر، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفذ ويحل عقده حتى حل عقد ذلك السحر. ومجموع هاتان السورتان 6+5 كم تعتبر؟ 11 آية، وأحد عشر آية مقابل 11 عقدة سحر عقدت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كل آية تحل عقده من تلك العقد. نعم.
وسحر مرتبط بالكواكب وبالشياطين، وسنأتي للتفاصيل عندما نصل إليه. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. ما معنى أعوذ؟ وما هو العوذ؟ وما الفرق بين العوذ واللوذ؟ لاذ وعاذ بينهما فرق كما بين السماء والأرض. لاذ من اللذة وهي حصول المرغوب، لاذ به يا فلان، لاذ بما يريد، أي أخذ الشيء الذي يتلذذ به ويفرح به، وهو حصول المرغوب. أما عاذ فمن العوذ، والعوذ الفرار من المخوف، واللوذ به جل جلاله، والعوذ به جل جلاله. فمن عاذ بالله لاذ بمطلوبه، ومن لاذ بالله أعاذه من مرهوبه. فأصبح السير إلى الله لوذا ورغبا فيه، وعوذا ورهبا منه، هو الخوف والرجاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، خوفا يقتضي عوذا، وطمعا يقتضي لوذا. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قل أعوذ. والاستعاذة لها أركان ثلاث، فما هي أركانها؟ الركن الأول المستعاذ به، الركن الثاني المستعاذ منه، الركن الثالث المستعيذ. وقد اشتملت هذه السورة على أركان الاستعاذة. فمن المستعاذ به؟ الله، رب الفلق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وقد ذكر الله أربعا من صفاته جل جلاله وثلاثا من أسمائه. طيب، ما هو المستعاذ منه؟ المستعاذ منه جميع خلق الله من شر ما، وما من صيغ العموم بمعنى كل، وما من أعم العمومات يدخل فيها العاقل وغير العاقل. حتى إن سيبويه مات يوم مات فسأله بعض طلابه عند في سكرة موته، قال: يا سيبويه، ما تجد؟ أوصف لنا ما تجد. فأوقفته كلمة ما وقال: عاش سيبويه ما عاش، وها هو سيبويه يموت يوم يموت، وفي نفسه من ما ما في نفسه من ما، أي يمت ولم يعلم ما في ما من الكلام ومن الإبهام ومن الإعلام ومن الإحكام ومن الإجمال وغير ذلك. لذلك كان العرب إذا لم يعرفوا الشيء أطلقوا عليه كلمة ما. فالشيء القادم عن بعد، ما هذا؟ الشيء الذي لا يعرف له لون ولا طعم ولا ريحة أطلقوا عليه ما. ولو سألت العرب عن هذا لقالوا ما، إذ لا طعم ولا ريحة ولا لون ولا شيء يوصف به، بينما اللبن لبن لأنه له وصف يوصف به، وكل مشروب له وصف، وكل مأكول له وصف، إلا هذا فهو من آيات الله. لذلك أطلق عليه ما، إذ لا وصف لا لون لا طعم لا ريح من شر ما خلق، فيدخل فيه جميع خلق الله، ولا يعلم وصفهم لا يعلم صفاتهم وألوانهم وأماكنهم وأحوالهم إلا الذي خلقهم جل جلاله. ومن هنا قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لو قرأت أول آية نزلت من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق،
ثم قرأت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فرب الفلق هو ربك، هو الخالق خالقك. فإذا كان الرب ربك وهو رب الخلق فإنه لا يعجزه شيء ولا يؤوده حفظهما، سماوات والأرض، أفيعجز عن حفظك؟ قل أعوذ برب الفلق. اختلف العلماء في الفلق ما هو، فقيل الفلق المراد به الصباح، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والصباح هو الضد للليل، والنور ضد الظلام. فكانه يقول قل أعوذ برب النور، برب الصباح، برب النهار، من شر ما في الليل، لأن الليل أيضا ربه الله، لأن الليل والنهار خلقان من خلق الله. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات. قل أعوذ برب الفلق. وقيل الفلق أعم من الصباح ومن النور، بل الفلق شاملة لجميع الخلق، فما من مخلوق إلا وقد انفلق عنه أو انفلق منه أو انفلق فيه أو انفلق له. كيف؟ الكون بسماواته وأرضه كان رتقا متصلا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أوله رتق ثم فتق ثم فلق ثم خلق بعد ذلك. رتق، فتق، فلق، خلق بعد ذلك، ملأ السماوات والأرض، فعل من هذا؟ فقال برب الفلق لأن الفلق بداية الخلق، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الحب والنوى، والذي فلق النسمة، برأ النسمة وفلقها. الفلق كيف يكون؟ الآن عندما يأتي الحيوان المنوي ويدخل إلى البويضة ماذا يفعل؟ يفلقها. والحيوان المنوي مع البويضة تتكون منهما النطفة، والنطفة تتكون منها المضغة، والمضغة تتكون منها العظام، والعظام تكسى لحما، ثم يأتي بعد ذلك الفلق لهذا الجنين وهو الفتح ليخرج. فكل ولادة فلق، ما من مولود إلا وقد فلق له ليخرج، فإن خرج بولادة فهي فلق، وإن خرجت بيضة فهي فلق، وإن خرج من بيضة فهي فلق. فكل مخلوق أصله مفلوق عنه. والفلق فعل بمعنى مفعول، فلق بمعنى مفلوق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فجميع الخلق من رب الفلق، وكما قيل أصل الخلق فلق. ثم هذا العام، وبعده نزلنا إلى الخاص، وذكر الخاص بعد العام يدل على أهميته. فكأن الله جل جلاله في هذه السورة يقول خلقي كثير، ولكن من أشر خلقي ثلاث مسائل استعيذوا بي منها، أعاذنا الله وإياكم. أولها من شر غاسق إذا وقب،
طيب ما هو الغاسق؟ قيل الغاسق الليل، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقيل الغاسق القمر ليلة تمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة أو تمشية مع زوجه عائشة رضي الله عنها في ليلة مقمرة، فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من هذا فإنه الغاسق. فالقمر غاسق، ولذلك إذا اكتمل القمر زاد الشر في الأرض، زاد الطغيان، فيؤمر بالصيام، صيام الأيام البيض، حتى تضعف الشهوة التي تقوى في مثل هذه الأيام وتكسر بالصيام، وحتى يضعف كيد الشيطان من شر غاسق إذا وقب. وقيل الغاسق هو الشيطان نفسه، لأن الغاسق هو الذي يسري ليلا، أو قيل الغاسق الذي يسري ولا يرى، فيكون الشياطين ترانا ولا نراها، فكل شيطان غاسق. وقيل الغاسق هي الميكروبات والجراثيم والأمراض النفاثة التي تنتقل بين الناس ولا يراها الناس، عن طريق اللمس، عن طريق الشم، عن طريق الهواء، عن طريق الطعام، عن أي نوع من أنواع نقل العدوى، فكل مرض غاسق إذا وقب. فدخل في ذلك جميع الأمراض المعدية في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال والدهور، شر غاسق إذا وقب، هذا الخطر الأول. ولا يدفع هذا الغاسق إلا الله، لا يدفع هذه الأمراض إذا أقبلت إلا الله، لا يدفع هذه الشياطين إذا أقبلت إلا الله، لا يدفع هذه المخاطر إلا الله، شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، اختلف العلماء في قوله تعالى النفاثات، هل المراد بهن النسوة الساحرات؟ ويكون معنى ذلك أن السحرة من الرجال سحرهم ضعيف أو لا شر له مقارنة بسحر النساء، أو أن النفاثات نسبة للنفوس الخبيثة، وهذا القول الأرجح، لأن النفس الخبيثة يحملها الرجل وتحملها المرأة وهي مؤنثة، سواء حملها الرجل أو حملتها المرأة. فالساحر نفسه خبيثة وزاد خبثها عندما أشرك بالله، وكل ساحر هو خبيث النفس، خادم لإبليس، عابد له من دون الله، وكلما زاد كفر الساحر بالله جل جلاله وشركه بالله ومعصيته لله، كلما زاد تأثير سحره، لأن السحر عقد بين الشيطان والإنسان. فإذا زاد الإنسان من المعصية زاد الشيطان في تنفيذ أوامره وإرسال الشياطين لخدمته. ولذلك أصبح السحر من تلاوات الشياطين، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فالله الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني باعوا به أنفسهم، شروا بمعنى باعوا، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، أي باعوه، هؤلاء باعوا أنفسهم للشيطان. ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا أنفسهم أي باعوها لإبليس مقابل خدمات، ثم النار مثواهم وبئس المصير. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لكنهم لا يعلمون، جهلة، ساحر جاهل، غافل، كافر، لأنه باع نفسه للشيطان. ولذلك الساحر أسوأ من الحاسد وأسوأ من العائن، فالحاسد والعائن قرين لإبليس مرتفع، والساحر عبد لإبليس يسجد له، لإبليس يعبده، يترك أمر الله من أجله، وربما أهان المصحف، بال عليه، أو رماه في القاذورات، أو فعل معصية أو ذنبا يرضي بها من؟ إبليس. ولبئس ما فعلوا. النفاثات في العقد، كيف تكون عملية النفث؟ يأتي الشيطان الأكبر إلى الساحر في عملية المفاوضات على تنفيذ السحر، طيب ايش تترك من الدين واجيب لك خدم شياطين يكون عندك؟ اترك الوضوء، اتيمم بس ولا اتوضا، اترك النوافل كلها، اترك فرض من الفرائض الخمس، اترك المصحف ما اقراه، اترك القبلة ما اصلي اليها، نصلي هنا ولا هنا، اترك الجماعة، فيبدأ بالترك. فإذا ترك أمرا من أوامر الله من أجل إبليس أعطاه شيطان اثنين ثلاثة خدم ينفذون أمره، يستجلبهم بالنفث في العقدة ونداء أسماءهم، شياطين الإنس سحرة، والجن الأبالسة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا حصل هذا الاتفاق تبدأ الشياطين تتجمع حول هذا الساحر، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ على من؟ على كل أفاك أثيم، أفاك كذاب، أثيم صاحب معاصي، كلما زادت معصيته وإثمه كلما زاد تنزل الشياطين عليه، وكلما زاد وقوف الشياطين معه. لذلك أسحر السحرة أكفر الكفرة، كلما زاد كفره زاد سحره. وأسحر خلق الله المشركون أهل الشرك بالله، ويليهم في السحر اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا يزال حتى في عالمنا اليوم للسحر قنوات فضائية ومجتمعات ومدارس ودعاة يدعون له، الدولة الفلانية فيها واحد بدل ما يقول ساحر للأسف يقول لك راقي، راقي كبير. كيف راقي يرقي؟ بماذا؟ بأسماء من؟ ينادي من؟ يستعين بمن؟ فإذا سمعته يتكلم لا يذكر الله ولا ينادي الله، وإذا جئت إلى مكانه فذكرت الله غضب منك واشمأز، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقد يوهم البعض منهم أن يقرأ القرآن، ولكن للأسف عليه جنابه، فتكون عليه جنابه ثم يقرأ القرآن فتكون معصية، أو أنه يقرأه بتحريف،
يقلب يبدل يغير، وهذا إلحاد في آيات الله. وذر الذين يلحدون في آياته. بعض الدول عندها مؤتمرات سنوية للسحرة، وبعض السحر للأسف يعامل معه على أنها شطارة أعمال، يقول لك أعمال وعمل يعني من باب النزهة، من باب الاختراعات، من باب خرق العادات إلى غير ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، شر النفاثات في العقد. طيب السحر ما هو الخلاص منه إذا وقع؟ السحر يا شباب إما مأكول أو مشروب أو مشموم أو معلق أو مدفون أو مكتوب. كم نوع؟ هذه سبعة منه. مشموم عن طريق الأبخرة، أو معلق في جناح طائر أو رجل طائر أو شجرة، فإذا حركته الهواء تحرك المسحور، يكون ساكن فإذا تحرك اضطرب، أو مدفون في الأرض أو في جنازة في جوف ميت أو في بحر أو مرشوش على شكل ماء يرش أو غير ذلك من أنواع السحر. لكن أخطره ما كان عقدا، لأن هذه العقد تنعقد فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى عقد العزم، ما عقدتم من الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، ومنه العقيدة انعقاد القلب، فهذا العزم وعقد القلب على مضرة فلان، هذه عقدة الأولى. العقدة الثانية من طرف إبليس، عقد عزم على تنفيذ ما قاله الساحر. الثالث عقد في عقيدة المسحور، ضعف توكل على الله أو وقوع في معصية الله لأنه يتربصون به، فإذا ذكر الله ولوا على أدبارهم نفورا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وفي الآية الأخرى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا لا يرونك. هذا الأول. هذه العقد تصل إلى 11 عقدة وهي أخطر السحر، فإذا قرأت المعوذتان انفكت، فإذا قرأت الفاتحة سبعا جاءتك الحماية، فلا يستطيع الشيطان يعقدها مرة ثانية مع التنعقيد. ولذلك في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها كم اسم؟ أربعة أسماء، والفلق اسم، والناس ثلاثة. طيب كم المجموع؟ أربعة وثلاثة سبعة وواحد، وأبواب الجنة كم؟ ثمانية أبواب. تأتيك الرحمة من جميع جوانبك بقراءة الفاتحة والمعوذتين لاشتمالها على ثمانية أسماء لله عز وجل، فيها اسم متكرر، ما هو؟ الرب. الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، متكرر لفظ الرب جل جلاله. شر النفاثات في العقد. والسحر ينقسم إلى قسمين كما يقولون، سحر حلال وسحر حرام. أما السحر الحلال فينقسم إلى قسمين.
بيان وهو الكلام، إن من البيان لسحرا. والسحر الثاني المراد به ما بين الرجل وأهله، سحر الجمال، سحر المنظر، وسحر المسمع، سحر البصر، بأن تتفنن المرأة في فتنة زوجها، وسحر المسمع بأن يتفنن الرجل في سلب قلب زوجته بكلامه وحلو كلامه، فهذا سحر حلال منه لها وحلالا منها له، هذا السحر لا بأس به خاصة بين الزوجين. أما المحرم فهو سحر الاستعانة بالشياطين لما فيه من الشرك والكذب والكفر الصراحي والعياذ بالله. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. طيب ما الذي يحمي من السحر؟ الذي يحميك من السحر بعد الله عز وجل وبإذن الله عز وجل أمور. الأمر الأول قراءة القرآن بصفة عامة، والفاتحة والإخلاص والمعوذتين بصفة خاصة، واحد. اثنين، أكل 7 تمرات من تمر المدينة يوميا وخاصة العجوة. من تصبح 7 تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم ولا عين ولا سام. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة من الأشياء التي أيضا تدفع السحر وترده هو الأذكار، أذكار الصباح والمساء، من حافظ عليها لا يضره شيء، لأنه حصن حصين من جميع الأسحار والبلاوي والأمور والأخطار إلى غير ذلك. ملازمة ذكر الله، من لزم ذكر الله لا يضره شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، أي مع ذكر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ومن شر حاسد إذا حسد. طيب الآن نأتي للخطر الأخير، حاسد إذا حسد. لماذا قال ومن شر حاسد إذا حسد ولم يقل من شر حاسد مطلقا أو من شر الحسد كله؟ لا، الحسد موجود في كل جسد، ما من جسد إلا وفيه حسد. والحسد ينقسم إلى قسمين، حسد مذموم وحسد ممدوح. الحسد الممدوح هو الحسد في شيئين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله. لكن الحسد الممدوح هو الذي يطلق عليه الغبطة، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما له من غير تمني زوال النعمة عنه، من غير تمني زوال النعمة عن ما وقعت عليه. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عمن أنعم الله عز وجل عليه بها ولو لم يتمنى هو أن يكون مثله، وده بس يروح هذا الخير عن هذا الشخص سواء جاء له أو ذهب لغيره، فهذا الحسد المذموم. والحسد أول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء، وأول معصية عصي الله عز وجل بها في الأرض الحسد. الحسد في السماء كان من طرف إبليس، حسد آدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، حسد. ليش الملائكة يسجدوا لآدم ما سجدوا لي أنا، وأنا أكبر منه، وأنا من نار وهو من طين، وأنا وأنا وأنا. فالأنانية سر الحسد وأصل الحسد، وأول ما بدأ إبليس يقول أنا 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 جاءته اللعنة من الله، اخرج منها مذؤوما مدحورا. والحسود لا يسود، والحسود كالشمعة يحرق نفسه، وخاصة إذا لم يجد الرد، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فأنت حين تجيبه
فأنت حين تجبه يحيى وإن تركته حسدا أو كمدا يموت. فالحاسد أفضل شيء عدم الرد عليه. وإذا رأيت الحاسد وعلمت أنه حاسد فاستعذ بالله، استعذ بالله من شره ومن شر حاسد إذا حسد. وعليك أن تلازم ذكر الله، خاصة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رأيت الحاسد فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لن يتحول حالي ولا قوة لك على تحويل حالي من حال إلى حال آخر إلا بالله، فقد اعتصمت بالله وأنا مع الله وبالله، ولا يضرني شيء إلا بإذن الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه ضد الحسد، حتى من نفسك، حتى ولدك إذا أعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا أعجبك شيء قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله له وادعو له بالبركة والزيادة، لأن البركة ضد الحسد. الحسد تمني زوال النعمة والبركة زيادتها، والضد يعالج بالضد. ومن شر حاسد إذا حسد. بعد ذلك وصلنا إلى سورة الناس. قال الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا علاج الحسد نسيت ما تكلمت عليه. إذا وقع الحسد وقعت العين وسقط المحسود، إما أن يسقط ميتا انتهى ما عاد يحيى إلا يوم القيامة، وإما أن يسقط مريض. فإن سقط ميتا فالعائن هذا قاتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليقل ما شاء الله. هذه أولا. أما إذا كانت الإصابة دون الموت فالعلاج سهل. هذا العائن يغتسل، يتوضأ ويغسل الأماكن التي يتجمع فيها العرق، تحت الإبطين، تحت الركبتين، باطن إزاره، ثم يؤخذ هذا الماء في إناء ثم يصب على المحسود من خلفه ثم يكفأ الإناء، فإن المحسود يقوم كأنما نشط من عقال، وإذا لم يفعل ذلك يبقى مريض ويعيش سنين وهو مريض حتى يأتي الأثر أو يشفيه الله عز وجل بالرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة سورة الناس اشتملت على علاج أخطر مرض، أخطر شر، وهو الوسواس. الوسواس كلمة من الكلمات العربية التي تفيد الديمومة أو التعاقب. كلمة زل زال، وس واس، وض واض، إلى غير ذلك من الكلمات التي تكون على هذا الوزن، يتكرر فيها الكلمة الحرفين مرتين مرتين. زلزال حركة الأرض بقوة، وسواس الصوت الخفي، وضواض بينهما صوت مرتفع عن الوسواس منخفض عن الزلزلة. طيب، الوسوسة حركة صوتية دائبة في صدور الناس، في ماذا تكون وما مصدرها؟ هو حديث النفس وحديث الشيطان. طيب، النفس تحدث فماذا تقول؟ وما أبرئ نفسي إن النفس إيش؟ لأمارة بالسوء، فكل أمر بالسوء من النفس وسوسة، كل أمر بالسوء من النفس وسوسة وتسويل سولت له نفسه. هذه البداية.
فإذا سولت وسولت وسولت وسوست، وإذا وسوست توسوست، وإذا توسوست دخل الشيطان عليها فتحكم منها وسيطر عليها ووسوس لها، فملأ الفضاء الذي هو الصدر بالوساوس، فحوصر القلب في أجندة الوساوس فلا يخرج منها حتى ينقذه الله رب الناس ملك الناس إله الناس جل جلاله. سلام. قل أعوذ برب الناس. من هو رب الناس؟ الله. والآن ستلاحظون في ترتيب هذه الأسماء عجب. رب الناس هو نفس ملك الناس وهو نفس إله الناس، لكن الفرق بين هذه الآيات قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذه ثلاث أسماء من أسماء الله جل جلاله تصدرت هذه السورة الكريمة، كما أن الفاتحة طبعا هذه آخر سورة في القرآن، والفاتحة أول سورة من القرآن وتصدرت بثلاث آيات، كل آية تحمل اسما أو اسمين من أسماء الله جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، وتقابلها في الناس قل أعوذ برب الناس، فهو في الفاتحة رب العالمين وفي الناس رب الناس. طيب الآية الثانية في الفاتحة مالك يوم الدين ملك يوم الدين، والآية الثانية ملك الناس، شو ملك يوم الدين؟ عفوا الآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثانية هنا ملك الناس، فالملك رحمن رحيم. الآية الثالثة والأخيرة إله الناس، والآية الثالثة هنا ما هذا إله الناس، الأخيرة في ملك يوم الدين وهنا إله الناس. الحمد لله رب العالمين والعب رب الناس، الرحمن الرحيم ملك الناس، مالك يوم الدين إله الناس. طيب ماذا نفهم من هذا الترتيب؟ نفهم من هذا الترتيب أن الإله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن الرب هو مالك الملك، وأن الناس ثلاث أقسام: قسم العام أصحاب توحيد الربوبية، وكل الناس في هذا التوحيد سواء، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فجميع الناس متفقون على ربوبية الله للكون، إذن رب الناس لا خلاف في ذلك. الرحمن الرحيم ملك الناس، ولا خلاف أيضا في رحمته وملكه، إلا أنه نوزع في هذه، فهناك من الملوك الذين خلوا من قبل من يدعي الملك وأنه ملك وأنه رب، إلا أنه يرى أن الله عز وجل رب أعلى وأنه هو رب أدنى، كحال فرعون. فرعون كان يقول لبني إسرائيل أنا ربكم الأعلى، لكن يقول أيضا يا هامان ابن لي على الصرح لعلي ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى إله موسى. فالألوهية لله وحده لا شريك له فيها، وأخرت لأنه لم يؤمن بألوهية الله إلها واحدا إلا المؤمنون، أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا كلام المشركين. المؤمنون قالوا لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فدخل جميع من آمن بالله إلها واحدا في أولو العلم قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الرب يدخل فيها الربوبية
والربوبية تقوم على أربعة أركان، أولها الخلق يعني خالق الناس، والتدبير مدبر أمر الناس، والملك مالك الناس، والعلم المحيط بجميع الخلق عليم بالناس. هذا كله يدخل في اسم الرب. ملك الناس أخص من رب الناس، إله الناس أخص، وهذا كله داخل في ذكر الخاص بعد العام. ثم قال من شر الوسواس. الوسواس شر حيثما وجد، فإذا وجد الوسواس في الدين شر. بعض الناس تنتهي الصلاة وهو في تكبير الإحرام، الله أكبر، ويركع استغفر الله الله أكبر، حتى يسلم الإمام وهو ما زال يوسوس أن تكبير الإحرام ما خرجت. وبعض منهم وسواس في الطهارة، يغسل العضو الواحد 100 مرة ويرجع يغسله مرة ثانية، وسواس. هذا كله في الدين. بعض منهم يوسوس في نفسه، يصبح يشك في نفسه، يقول أنه كافر، أنه فيه، أنه فيه، أنه فيه. وبعض منهم يوسوس في زوجه وأولاده، شك في أولاده، أنتم فين جايين؟ من أبوكم؟ وسواس. حتى زوجته يصحى أنت جابك هنا، فين جيت أنت؟ وسواس. وبعضهم يوسوس والعياذ بالله في التوحيد، في العقيدة، في الله عز وجل، وتأتي الوساوس في الله، أفي الله يشك. فهذا الوسواس خطير جدا، والشيطان يزيد الوسواس. وبعضهم يأتي الوسواس في العلاقات الاجتماعية، يوسوس لك في فلان، ترى فلان حسدك، فلان شفته طالع فيك أكيد أصابك بعين، فلان ترى من نظرته يمكر فيك، ناوي لك نية. هذا كله وسواس إبليس. وبعضهم يوسوس من أي حدث يحصل حوله، إذا خرج ونبح كلب رجع، أوفا هذا أولها. هذا التطير والتشاؤم كله من الوسوسة الشيطانية. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. ممكن تقول كلام نيتك طيبة، فيأتي الشيطان للمستمع ويفسر له الكلام حقك بتفسير آخر مو مرادك أنت. واحد يمزح، والله فلان ما شاء الله عليك سمنت، طيب ويقول يمزح، يقول والله شوف بغى يقتلني بالحسد، أنا عارف أنه حسود نكود، هو يمزح معك. وآخر يقول كلمة ويحمل الشيطان الكلمة معاني ويزعل ذاك الطرف، ولذلك لو اثنين يتكلموا تحت سر والثالث جالس هناك يجي الشيطان يقول شايف الاثنين ترى والله يتكلموا فيك ويسبوا فيك ويطعنوا فيك وانت جالس هنا عندهم، ليش؟ اقطعهم الاثنين، الله لا يردهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن هذا مفتاح للوسوسة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم هذا الباب عند الصحابة. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع إحدى زوجاته من أمهات المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب، هو رسول الله وهذه أم المؤمنين، واقفين في الشارع. فمر الجماعة من الصحابة وأسرعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم حتى لا يأتي الشيطان يوسوس لهم في رسول الله فيكفروا، قل والله هذا آخرته، الرسول واقف مع حرمة في الشارع. قال على رسلكم إنها صفية، يعني لا تروحوا تقولوا الرسول واقف مع حرمة، هذه صفية أمكم، هذه أم المؤمنين. كذلك لما غارت عائشة رضي الله عنها وكسرت الصحن اللي جاي مع عند إحدى أمهات المؤمنين، ولكن يوم عائشة فغارت فخرجت قدام الناس وضربت الصحن وكسرته وانكب الطعام ورجعت إلى خدرها. الجالسين شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو سكت لجاء الشيطان، قالوا ترى هذه مجنونة، هذه فيها وفيها، فيتعرضوا لعرض أم المؤمنين، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال على رسلكم، غارت أمكم
غارت، هذه غيرة، شيء طبيعي، غارت أمكم. إذن لا تكبروا الموضوع، الغيرة موجودة. ممكن واحد يخرج وزوجته معه يسقط شيء من عن بشرتها أو عن وجهها، يروح شوف فلان زوجته معه والله كاشفة، طيب سقط، أو ما عندها أو محرمة. ولذلك دائما حسن الظن بالمسلمين هو غلق لباب الوسواس فيهم. فإذا رأيت إنسان يعني حصل منه خطأ، قل جهل نسيان، لعله ولعله، والتمس لأخيك كم عذر؟ 70 عذرا. الآن لو تجيب 70 عذر يمكن ما يقبل. الآن المتهم مجرم حتى تثبت براءته، والأصل أنه بريء حتى تثبت إدانته. الآن أي واحد تفسير دائما سلبي سلبي سلبي، والمجتمع إذا عاش على السلبية يصبح كله مجتمع سلبي. ولذلك بعض الناس مثل الذباب لا يسقط إلا على الجرح. كن واحد من أطيب خلق الله، صوام، قوام، منفق في سبيل الله، فيه من الصفات الإيجابية الكثير، والناس بعض الناس ما ينظر إلا سلبيات. فلان إيش رأيك فيه؟ كيفه؟ إيش رأيك فيه كيفه؟ إذا قلت والله طيب، صلي في المسجد، محافظ على الصلاة، لا ما أسأل عن كذا، كيف أخلاقه؟ والله أخلاقه طيبة، مبتسم ما شاء الله. لا والله ذاك اليوم شفته في البقالة، والله تقول كأن أعوذ بالله ميت أبوه. ذاك اليوم واحد من كم يوم؟ ذاك اليوم بس. طيب الأيام اللي قبلها واللي بعدها؟ الإنسان مسكين، قد تكون أغضبته زوجته أو أغضبه الحال أو مرت به لحظة. لذلك لا يحكم على الناس بخلق إلا ما غلب عليهم، إن هذه النفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا في الطاعة، وإذا أدبرت فاقتصدوا. ممكن تقابل شخص وقت إقبال نفسي على الطاعة يقول والله فلان ما شاء الله عابد، ذكر وتسبيح وتهليل وتكبير وتلاوة والصف الأول، تلتقي به مرة ثانية وقت إدبار النفس تلاقي صلى في الصف الأخير، والله فلان انتكس، أنت اللي انتكست. اتق الله، الاستقامة واسعة، لها مقدمة سبق، ولها وسط اقتصاد، ولها آخر ظلم، وقد يتقدم من في الظلم ليصبح مقتصدا، ومن في الاقتصاد ليصبح سابقا بالخيرات. ثم أورثنا الذين الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، رقم واحد، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. طيب، من شر الوسواس الخناس، الوسواس إبليس درجة الأولى، والوسواس الثاني النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب من حبل الوريد. طيب النفس توسوس بماذا؟ النفس توسوس بالشهوات، والشيطان يوسوس بالشبهات. وإذا اجتمعت الشهوات والشبهات على القلب أمرضته. لذلك إذا استعذت بالله من شر وسواس النفس أغلقت الباب على وسوسة الشهوات. وإذا استعذت برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر وسوسة إبليس أغلقت الباب على الشبهات، فارتاح قلبك واطمأن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. طيب لماذا قال في صدور ولم يقل في قلوب؟ ما الفرق بين الصدر والقلب؟ الصدر هو الميدان الفسيح الذي يوجد القلب بداخله، والوسوسة تكون في الصدر، فإذا وصلت إلى الصدر ضيقت القلب، فيكون علاجها ذكر الله. قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وسوسة،
إيش الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وعلى رأسهم إبليس والشياطين كلهم والناس وعلى رأسهم نفسك وأصحاب السوء، لأن الألف واللام في الجنة أفادت استغراق الجن جميعا وخاصة الشياطين، والناس أفادت استغراق الناس جميعا وعلى رأسهم نفسك. طيب، قد تكون الوسوسة من زوجتك، وهذا قد فسرت به آية النفاثات في العقد. قيل إن النفاثات في العقد هن النساء إذا حللن العقد، عقد العزم من أزواجهن. كيف؟ هذا الزوج حضر محاضرة وتحمس وقال إن شاء الله أني بكرة أتصدق وأفعل وأفعل وأفعل، إذن هو عقد العزم على طاعة. جاء عند زوجته، إيش تبي تسوي؟ والله بتصدق وبسوي. ليه؟ إحنا عندنا وعندنا وعندنا وذيك عندها، وشوي شوي شوي حتى هذه العقدة تنحل ويصبح العمل الذي عقد العزم عليه انحل فلم يعمل، هو السبب نفاثات الكلام النافذ الذي وصل إلى صدره وسوسة فانحلت عقدة الطاعة التي عقدها، فتكون نفاثات في العقد. ولذلك الولد مجبنة مكسلة، سبب للمبخلة، سبب للبخل والجبن والكسل. كيف البخل؟ إذا تبغى تصدق قول والله عندك أولاد أولى، الشيطان يوسوس لك. كيف تصدق على الناس وعيالك أولى؟ بعض الناس ما عاد يتصدق بسبب وسوسة عيالك، ويأخذ والأقربون أولى بالمعروف، وآخر شيء لا الأقربون ولا الأبعدون يجدون معروف منه، هذا كله وسوسة. إذا جاءتك ساعة خير انطلق أرمي تصدق، رجل تصدق بيمينه حتى مات لا تعلم هذا شماله ما أنفقت يمينه، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. طيب، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس يشتد كلما حصلت الغفلة عن ذكر الله، ويقل كلما كثر ذكر الله جل جلاله. طيب، الوسواس في الصلاة، واحد إذا دخل الصلاة وسوس، كم صليت؟ والله ما يدري، ركعة، ثنتين، عشرة، إيش الحل؟ الحل كما قال الإمام الزرقاني، قال: من وجد الوسواس في صلاته فليرجع إلى طهارته ووضوئه، وليعلم أن القلب إذا حضر في الوضوء حضر في الصلاة، وإذا فقد في الوضوء فقد في الصلاة، والطهور شطر الإيمان. بعض الناس يتوضأ ويكلم تلفون، أي نعم، وبعدين هذا يدخل الصلاة وقلبه مشغول، لكن في وقت الوضوء حضر قلبه، في الصلاة بإذن الله يحضر قلبه. وصلت أسئلة نحاول نجيب عليها، لأنه هذا إذا أمكن، إذا كانت هذه كلها رؤى نتركها بعد الصلاة، كلها رؤى فيما يظهر. الرؤى الأصل فيها تكون مباشرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم رب الفلق، اللهم رب الفلق، أعذنا من شر الخلق كلهم. اللهم أعذنا من شر الخلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل،
نبتزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى ومن الجهل بعد العلم ومن الضعف بعد القوة ومن الذلة بعد العزة ومن الهوان بعد الكرامة ومن القلة بعد الكثرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. الله أكبر الله أكبر، الله أعلى مما نخاف ونحذر. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما يلج في الأرض وشر ما يخرج منها وشر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحياء والممات. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء وكل شر اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأجر منها والدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اشفنا من كل داء، عافنا من كل بلاء، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا علم الأولين وعلم الآخرين، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ هذه الأمة بحفظك واكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم هيئ لها من أمرها رشدا، اللهم اصلح ولاة أمورها، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك واكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ سائر بلدان المسلمين. اللهم انزل على أمة محمد بركات السماء واخرج لهم خيرات الأرض. اللهم اغن فقراءهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم انصرهم على من عاداهم وآذاهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك العدل في الرعية والقسمة بالسوية والنجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.